أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هم، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين جديد في حلة الضغط. هنعمل كريم كاراميل وهنعمل بودينج الشوكولاتة. نقول مع بعض مقادير الكريم كاراميل. عندنا 100 جرام سكر دول اللي هنعمل بيهم الكراميل للكريم كاراميل، وبعد كده عندنا 250 مللتر لبن، 250 مللتر كريمة، 50 جرام سكر، 10 ملي فانيليا، رشة ملح، وأربع بيضات. بالنسبة لبودينج الشوكولاتة عندنا 1.5 كوب كريمة، نص كوب لبن، 6 صفار بيض، ربع كوب سكر، رشة ملح، 300 جرام شوكولاتة داكنة مذابة، وكريمة مخفوقة وشوكولاتة مبشورة للتزيين. هنبتدي بكريم كاراميل. أول حاجة هنعمل الكاراميل على النار. ممكن نعمله بالطريقة دي اللي هي الطريقة الجافة من غير إضافة مية، وممكن نعمله ان احنا نحط شوية مية وبعدين نستنى لما المية تتبخر وتتحول الى كاراميل. الطريقة دي اسرع، بس في نفس الوقت ممكن تتحرق مننا بسرعة لو ما خدناش بالنا وخلينا السكر يتحرك في الحلة عشان ما يبقاش في ناحية اتحرقت وناحية لسه السكر ما دابش. الطريقة اللي بنزود لها المية بتبقى آمنة أكتر، إن السكر بيبقى متوزع كويس في الحلة، ودرجة الحرارة بسبب المية بتبقى متوزعة برضو كويس في الحلة، بس هو بياخد وقت أطول لأن إحنا بعد ما بنحط المية لازم نستنى لما تتبخر كلها الأول والسكر بعد كده يبتدي يتكرمل. وبرضو في الأول أول ما تعلمنا إزاي نعمل كاراميل كانوا بيقولوا لنا محدش يقلب الكاراميل وهو على النار وإلا هيسكر، يرجع تاني في خرز كده سكر. بس الحقيقة بعد شوية اتعلمنا إن ممكن نقلبه مش هيجرى حاجة، وحتى لو سكر شوية هيرجع يدوب تاني مع ارتفاع درجة الحرارة. فنقلبه ما نخافش، وزي ما قلت ده مهم في طريقة الكراميل الجافة علشان السكر يبقى دايما حرارته في كل أجزاء الحلة نفس الحرارة وياخد للون الكراميل بتاعه في نفس الوقت. وزي ما احنا شايفين ابتدى السكر يدوب، بنقلبه علشان نوزع الحرارة. زي ما احنا شايفين هو كده سكر، بس ما فيش مشكلة خالص مع ارتفاع درجة الحرارة، كل ده هيرجع يدوب تاني فما نقلقش. وأول ما يوصل للون البني الكراميل الحلو بنشيله من على النار ونحطه في قالب الكريم كاراميل. اوكي زي ما احنا شايفين كده اللون كويس، هنشيله من على النار ونحطه في قالب الكريم كاراميل. دلوقتي هحط اللبن، الكريمة، السكر، ملح الفانيليا، والبيض، وهخلطهم كلهم مع بعض. لو حبينا ان احنا ندفي اللبن والكريمة عشان يبقى اسرع ممكن، بس مش لازم. نتأكد ان البيض اتقلب كويس مع بقية المقادير
ما فيش حتت بيض ما تقلبتش، واحنا بنقلبه مش عايزين ندخل فيه هواء كتير، لانه كل ما كان الهواء اللي فيه قليل كل ما الكريم كاراميل بقى انعم في الاكل وما فيهوش فراغات كتير. عندنا حلة الضغط حطينا فيها القوالب او الرينجز، وحطينا حوالي 3 سنتي ارتفاع المية. المهم ان المية ما تبقاش ملامسة للقالب ايا كان اللي هنحطه. ودلوقتي ابتدي احط خليط الكريم كاراميل في القالب اللي جهزناه بالكاراميل. الكريم كاراميل عامل زي التشيز كيك، ما بيحبش النار العالية، فأول ما هنحطه في حلة الضغط هنسيب النار عالية بس في الأول لحد ما البخار يبتدي يطلع منها، وبعد كده بنوطي النار على الواطي خالص. يعني لو أنا عندي هنا 9 أعلى حاجة هخليه على 2-3 بالكتير، ولو عندنا غاز يبقى هنجيبه على أوطى حاجة خالص ممكن نحطه عليها. وبعدين هنسيبه حوالي 30 دقيقة على النار الهادية خالص، وبكده يبقى الكريم كاراميل بتاعنا جاهز. هنقفل حلة الضغط أول البخار ما يبتدي يطلع من هنا، تكون الحلة لسه على نار عالية. أول البخار ما يطلع هنوطي درجة الحرارة على أوطى حاجة ممكنة، وهنسيب كريم كراميل نص ساعة في حلة الضغط. بعد كده بنشيله من على النار، بنسيبه لحد البخار ما كله يطلع خالص، ما يبقاش في أي بخار طالع من الحلة، وبعد كده بنسيبها 5 دقايق كمان للأمان، وبعدين بنفتح وبنطلع الحلو بتاعنا اللي بنعمله في حلة الضغط. ده بيكون شكل الكريم كاراميل بعد ما بيطلع من حلة الضغط، وبنقلبه على طبق التقديم. وزي ما احنا شايفين كريم كاراميل ناجح في حلة الضغط، وبالتالي نقدر نطبخ أو نسوي أي نوع من أنواع الحلويات في حلة الضغط زيها زي الفرن. الحاجة الوحيدة إن احنا بنحتاج بس نحط فيها مية علشان ما يبقاش مية وشبكة، علشان ما يبقاش الحلو بتاعنا ملامس للحرارة وممكن القعر بتاعه يتحرق، فده الحاجة الوحيدة. لكن ممكن نعمل فيها أي نوع من أنواع الحلويات اللي احنا بنحبها. نطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله هنعمل بودنج الشوكولاتة في حلة الضغط. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل. كنا عملنا قبل الفاصل كريم كاراميل في حلة الضغط. بعد الفاصل إن شاء الله دلوقتي هنعمل مع بعض بودنج الشوكولاتة. أول حاجة أعملها أنا عايزة أسخن، أو ممكن حتى مجرد بس أدفي اللبن والكريمة، لأن هنا عندي شوكولاتة مذابة، فلو الشوكولاتة المذابة دي حطيت عليها لبن أو كريمة ساقعين هتتجمد وهتبوظ لي البودنج اللي أنا بحاول أعمله. أنا عايزة بس أسخنهم شوية علشان الشوكولاتة ما تنشفش من درجة الحرارة الساقعة، مش لازم يوصلوا لدرجة الغليان. ودلوقتي هجيب الصفار هحط معاه السكر والملح، أقلبهم مع بعض. وهنستنى بس لما اللبن والكريمة
ياخدوا درجة حرارة، ما تخليش الشوكولاتة تجمد. هي كده تقريبا جاهزة دلوقتي، حرارتها معقولة. هحطها مع البيض، ونقلب، وأجيب سباتشولا وأنزل الشوكولاتة مع الخليط ده. وبعد كده هنقلبهم كلهم مع بعض. زي ما احنا شايفين، علشان اللبن والكريمة دافيين، الشوكولاتة بتختلط كويس مع بقية المقادير ومش بتتكتل بسبب درجة الحرارة الساقعة. وبرضو مش عايزين نضرب كتير، احنا مش عايزين ندخل اي نوع من انواع الهواء في البودينجز عموما. فكده الخليط جاهز. حلة الضغط محطوط فيها الرينجز، ومحطوط فيها حوالي 3 سنتي مية. وممكن طبعا لو عندنا الشبكة بتبقى أسهل في الاستعمال، نحطها على طول. هبتدي أحط خليط البودينج. في القالب اللي هقدمه فيه بعد كده، طبعا ممكن نعمله في قوالب صغيرة راميكنز، كل واحد ياخد قالب، أو ممكن نعمله في واحد كبير زي كده زي ما نحب. لو عملناه في قوالب صغيرة هياخد وقت أقل، لكن لو عملناه في واحد كبير زي كده نراعي بس فرق الوقت، يعني هيزيد حوالي على حسب الحجم من 5-7 إلى 10 دقايق فرق. لو عندنا حاجة غويطة قوي هي دي اللي هتاخد 10 دقايق زيادة، لكن لو الارتفاع بتاعها مش كبير قوي هنزود عليهم 5 دقايق كمان. اوكي، بننزله كله لان ده مش هيرتفع في الصينية او القالب. وهنحط بودنج الشوكولاتة في حلة الضغط. وبودنج الشوكولاتة زي كريم كاراميل، زي التشيز كيك، زي البريد اند باتر بودنج او بودنج الخبز، كل الحاجات اللي بيبقى فيها بيض وبتبقى زي سائلة كده، دي ما بتحبش الحرارة العالية. فأول ما درجة الحرارة العالية تخلي البخار يبتدي يطلع من حلة الضغط أو من الجزء اللي بيطلع البخار فيها، بنخليه على درجة عالية من الحرارة لحد البخار ما يطلع. بعد كده لو اللي احنا بنسويه مش محتاج درجة عالية، بنوطي الحرارة، بنخليها على 2 أو 3. ده كويس، هيكون على 2 أو 3 وهيقعد حوالي نص ساعة في حلة الضغط بالحجم ده، حجم القالب اللي احنا مستعملينه. لو هنستعمل قوالب صغيرة ممكن يقعد حوالي 25 دقيقة تقريبا في حلة الضغط. هنسيبه لحد ما الوقت يعدي، وبعد كده نشيله من على النار. نستنى لما كل البخار يطلع، ونستنى 5 دقايق كمان زيادة في الأمان، وبعدين نفتح حلة الضغط ونطلع منها البودينج. ده بيكون شكل البودينج لما بيطلع، وبنزينه بكريمة.
وبنرش عليه شوكولاتة مبشورة. وده بيكون شكل البودينج الشوكولاتة اللي عملناه في حلة الضغط. وعندنا هنا كمان الكريم كراميل اللي عملناه قبل الفاصل. وبكده نكون استعملنا حلة الضغط في عمل حلويات وحلويات بأنواعها المختلفة في خلال حلقات حلويات في حلة الضغط. ونشوف ان احنا نقدر نستعملها باستعمالات ما كناش بنستعملها قبل كده. فيا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله. Thank you.